مونولوج النهاية في الحلقة دي في الفصل ده، عايزاكي تطلعي تقفي على خشبة المسرح وحترتجلي مورال اوف ذا ستوري انتي طالعة بيه من حياتك لحد اللحظة دي، وتوجهيه لجمهورك. عايزة تقولي مورال اوف ذا ستوري، عايزة تقولي نصيحة، عايزة تقولي اعتذار، عايزة تقولي اعتراف، عايزة تقولي طلب. المهم تقوليه بصدق، بدون تمثيل، بدون أقنعة، بدون افتعال، يبقى صادق منك لجمهورك. أوه واو، ماشي. هتقومي تتفضلي على المسرح. مساء الخير عليكم. من غير ما تفلسف عليكم كتير، لان انا عارفه ان احنا ما بقيناش مستحملين فلسفه من حد بسبب اللي بيحصل حوالينا دلوقتي، بس عايزه افكركم دايما في دعائكم كل يوم، ما تنسوش اهلنا في غزه بسبب اللي بيحصل لهم دلوقتي، واتمنى لكم دايما من كل قلبي ان انتوا تعيشوا في حب وسلام وسعاده. تصبحوا على خير.